العديد من الناس يتساءل وينتقد بشدة قرار منع العديد من الدول العربية للطائرات بدون طيار أو ما يسمى بالدرونز، بل هناك من يعتبر هذا المنع تخلفا ورجعية. نعم، لا أحد يمكنه إنكار الإيجابيات والاستخدامات المتعددة للدرونز. مثلا بالإمارات العربية المتحدة يتم استخدامها في عملية الإنقاذ وإخماد الحرائق. أمازون مثلا تنقل البضائع والسلع وتوصلها لمستخدمين في خضم ساعات معدودة. لكن هناك وجه آخر للدرونز أغلبية الناس لا يعلمه أو يتجاهله. تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يسمى بداعش نشر فيديو وثق مسيرة إحدى الطائرات بدون طيار التي تتجول في محيط الموصل وتحمل بين جناحيها رسالة تعزية للجيش العراقي. الطائرة مسيرة عن بعد وترصد تحركات الجيش العراقي، وما إن تجد تجمعا عسكريا أو مدنيا إلا وتفرقه بوابل من القنابل. الخسائر التي يتكبدها العراق لا تعد ولا تحصى، بينما خسائر تنظيم الدولة تقدر بالصفر، لأنه أداة الجريمة هنا مجموعة من القطع المعدنية والبلاستيكية، ضياعها وخرابها لا يغير من شيء. الطائرة مسيرة عن بعد على ارتفاع عال يصعب رصدها من خلاله. عنصر المفاجأة متوفر بشدة، كلها معطيات يستخدمها التنظيم لصالحه ليؤرجح موازين القوى لجانبه. تخيلوا معي أنه هذه الطائرة يسيرها مريض نفسي أو متطرف وتحلق في سماء بلادك، تحمل مواد حارقة قابلة للاشتعال، كيف لك أن تحمي نفسك؟ لا الرادار يرصدها ولا العالم ابتكر نظاما دفاعي لردعها. الأمر الجنوني في هذه الطائرات هو أنها تقنية مفتوحة قابلة للتعديل والتطوير. مؤخرا قام الجيش العراقي باقتحام أحد المعامل التي توجد بالعراق، واكتشف مجموعة من الطائرات التي كان التنظيم يعدلها ويقوم بتطويرها.